أخبار اليوم. يعني مبروك على الألبوم ونجاحه طبعاً، ومبروك على الجيش. الله يخليك يا حبيبي. الحمد لله زي الفل، نحمد ربنا وأنا في نعمة، والله يبارك فيك وتمام جداً وبحمد ربنا يعني. الحمد لله. كلمنا بقى عن نجاح الألبوم وتعاقدك مع نصر محروس في الألبوم الأولاني وتعمل. هاني محروس. الحمد لله تمام، أنا ربنا كرمني بهاني محروس، حد إنسان قبل ما يكون فنان، وعشان هو إنسان وكريم فربنا كرمنا ونجحنا وحققنا حاجات إحنا ما كناش متوقعينها بصراحة. إن شاء الله الفترة الجاية هتعملوا إيه مع بعض؟ بنجهز في الألبوم اللي جاي بس. الألبوم في سينجل الجاي نازل؟ في سينجلات، في حاجات كتير نازلة، بس أنا مش لسه ما خدتش القرار إن أنا أقول إيه اللي نازل وإيه اللي مش هينزل. نورتنا مصطفى وألف مبروك على نجاح الألبوم. الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكر جدا ليك ومتشكر لأخبار اليوم.